بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم مجددا اعزائي الطلاب. في اخر محاضرتين تحدثنا عن كيفية حل معادلة الهوموجينيوس اوردينا ديفرنشال ايكويشن. تحديدا اخذنا نوعين من انواع المعادلات في حالة الهوموجينيوس. النوع الاول اذا كان عندي معادلة تفاضلية with constant coefficients، المعاملات ثوابت، انا اقصد بمعاملات الواي والمشتقة الاولى للواي للمشتقة ان الواي، المعاملات تكون ثوابت في حالة الهوموجينيوس. وايضا النوع الاخر اللي هي معادلة الكوشي اولر اكويشن في حالة الهوموجينيوس. بينا انه حل مثل هاتين المعادلتين بيكون عن طريق اولا كتابة المعادلة الاوكسيلري اكويشن المكافئة لها، وهي معادلة جبرية. وقلنا انه هذه المعادلة الجبرية سواء في حالة المعادلة التفاضلية with constant coefficient او في حالة الكوشي بتكون لها ثلاث انواع من الجذور. كل نوع من هذه الانواع يبنى عليها اللي هو حل المعادلة التفاضلية اللي هو سميناه الفاندمنتال سيت اوف سوليوشن، وبيكون مختلف عن النوع الاخر من الجذور والنوع الثالث من الجذور. اليوم سنبدا بحل معادله النون هوموجينيوس اوردينا ديفرنشال ايكويشن. طبعا ايضا حنركز في حاله النون هوموجينيوس على النوعين اللي حكينا عنهم اللي هي المعادله التفاضليه وذ كونستنت كوفيشنت او معادله الكوشي اولر ايكويشن، لكن بدنا نحلهم في حاله النون هوموجينيوس. بشكل عام خلينا نتعرف ما هي المعادلة النون هوموجينيوس. هذه المعادلة التفاضلية اللي هي أعطيتها مسمى ستار تمثل معادلة نون هوموجينيوس، تحديدا لأن الجيل الإكس لا يساوي زيرو. ماذا نعني بالجيل الإكس؟ الحد اللي بيكون مش مضروب في واي ولا مشتقاتها، يعني هو function of x أو قد يكون ثابت حتى لو كان في الطرف الأيسر من المعادلة. هذا الحد اللي ما بيكون مضروب بواي والمشتقات إذا كان موجود في المعادلة التفاضلية تصبح المعادلة نون هوموجينيوس. الآن كيف بيكون شكل الحل لمعادلة نون هوموجينيوس؟ The general solution للمعادلة ستار اللي هي تمثل نون هوموجينيوس بيكون بالشكل التالي، بيكون على شكل مجموع تو سوليوشن. إذا حل معادلة نون هوموجينيوس عبارة عن مجموع تو سوليوشن، بدنا نتعرف على كل واحد من هذه السوليوشن، وبعد ذلك وبدنا نوجد كل واحد من هذه السوليوشن ونجمعهم مع بعض حيعطينا السوليوشن او جنرال سوليوشن لمعادله النون هوموجينيوس. طيب نبدا باول نوع اللي هو الواي سي، وهو ما يسمى بالكومبلمنتري سوليوشن. الواي سي كيف ممكن نوجده؟ الجزء الاول من السوليوشن للمعادله النون هوموجينيوس. الواي سي هي تمثل السوليوشن للمعادله التفاضليه ستار في حاله الهوموجينيوس. شو يعني بذلك؟ حتى نوجد الواي سي بمعنى هذه المعادلة التفاضلية اللي بتكون معطاة، بضع مكان الجيل الاكس صفر فتصبح هوموجينيوس. بعديها بوجد السوليوشن لهذه المعادلة لما تكون قيمة الجيل الاكس صفر. طب كيف ممكن اوجدها؟ بنوجدها على النوعين اللي اخذناهم في المحاضرة السابقة. فاذا كانت with constant coefficient تحل ونوجد المعادلة الاوكسيلري ايكويشن المكافئة لها وبنحلها، وإذا كانت كوشي برضو بنوجد الأوكسيلري إيكويشن المكافئ للكوشي وبنحل هذه المعادلة. إذا الواي سي أو الجزء الأول من حل معادلة النون هوموجينيوس هو جزء إحنا أخذناه مسبقا في آخر محاضرتين. أي بمعنى حتى توجد الواي سي فقط ما عليك إلا أنك تساوي المعادلة بالصفر وتعيد حلها بشكل كامل، وبعد ذلك الحل إلها بيكون هو الواي سي. إذا أنا شو كاتب هون؟ الـ YC be the solution of the homogeneous form، أي بمعنى إنه الـ YC هو حل لهذه المعادلة، بمعنى عندما تكون قيمة الجيل الـ X صفر. يبقى علينا إذا أتوقع إنه الـ YC مفهومة، وحنوضحها من خلال الأمثلة، وهي تكرار لما أخذناه سابقا. طيب المهم الآن والجديد علينا اللي هو كيفية إيجاد الـ YP. الـ YP هو الـ particular solution. وفي الحقيقة إيجاد البارتيكولر سوليوشن حياخذ منا هذه المحاضرة وأيضا يمكن محاضرتين أو ثلاثة قادمات إن شاء الله. إذا to find the particular solution، هنا التركيز الآن، كيف ممكن أوجد البارتيكولر سوليوشن؟ وهو الجزء الثاني من الحل العام للمعادلة التفاضلية في حالة النون هوموجينيوس. في الحقيقة إيجاد البارتيكولر سوليوشن هناك نوعين، ومطالب الطالب بأنه يحل أو يوجد البارتيكولر سوليوشن باستخدام هذين النوعين. أحيانا نحدد طريقة بعينها، وأحيانا أحد الطرق ما بتزبط في إيجاد البارتيكولر سوليوشن فإجباري تستخدم الطريقة الأخرى. لذلك لابد أنه نتعرف على الطريقتين في إيجاد البارتيكولر سوليوشن، وأحيانا تزبط الطريقتين في إيجاد البارتيكولر سوليوشن. نبدأ بالطريقة الأولى وهو موضوع درسنا اليوم فقط، اللي هو الطريقة أعطيتها مسمى A capital، والطريقة الثانية
حنعطيها مسمى اللي هو V capital. الطريقة الأولى اللي هي بنسميها the method of variation of parameters، هذه الطريقة لإيجاد الـ particular solution. في الحقيقة هذه الطريقة حتتعامل أو هي لإيجاد الـ particular solution، بمعنى لابد أن يكون لدي معادلة تفاضلية في حالة non-homogeneous، لكن من عيوب هذه الطريقة إنها ما بتزبط إلا لمعادلة تفاضلية من الدرجة الثانية فقط. لذلك لاحظوا كيف بدينا هنا. Given a second order non-homogeneous ordinary differential equation، تعاملنا اليوم كله مع non-homogeneous، لكن لأنه بدي أستخدم هذه الطريقة، هذه الطريقة فقط بتزبط على معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية اللي هي بتكون بهذا الشكل، اللي هي بنعطيها مسمى رقم واحد، وهي حالة خاصة من المعادلة اللي كتبناها في الأعلى اللي هي star. إذن فليكن لدي هذه المعادلة non-homogeneous y double prime، طبعا معامل y double prime واحد زائد b للx y prime زائد q للx y تساوي g للx. نعرف إنه معامل y prime رمزنا له بال b للx، معامل ال y اللي هو ال q للx، واللي هو الحد اللي يمثل non-homogeneous form اللي هو الجيل الاكس. طبعا هنا الجيل الاكس لا تساوي زيرو. الان كيف ممكن احل هذه المعادله وهي معادله نون هوموجينيس من الدرجه الثانيه باستخدام اللي هو طريقه الفاريشن باراميتر؟ اولا طبعا قبل فيرس طبعا هو حنحل هذه المعادله بخطوتين. قبل الخطوتين لابد انه نعرف انه الجنرال سوليوشن لمعادله رقم واحد اللي هي y للx تساوي yc زائد yp، لانه هيك احنا عرفنا السوليوشن في حالة النون هوموجينيوس انه الجنرال سوليوشن yc زائد yp. طيب فحنبدأ الان first to find اللي هو ال yc. احنا بنعرف انه ال yc ما عليك انك تساوي المعادلة بالزيرو، اي مكان الجي للاكس بنضع الزيرو، وبالتالي تصبح هذه المعادلة من الدرجة الثانية وهي هوموجينيوس. وإذا كانت المعادلة هوموجينيوس وهي من الدرجة الثانية، إحنا بنعرف في السوبر بوزيشن إنه إلها الفاندمنتال سيت أوف سوليوشن إلها عنصرين فقط اللي هو الـ Y1 والـ Y2، وبالتالي الجنرال سوليوشن في حالة الهوموجينيوس بيكون C1 في Y1 زائد C2 Y2. لذلك الجنرال سوليوشن في حالة الهوموجينيوس اللي إحنا سميناه YC، لأن أنا حطيت مكان الجيل الإكس صفر، وبالتالي حيعطيني الجزء الأول من الحل اللي إحنا سميناه YC اللي هو حيكون C1 Y1 زائد C2 Y2. تماما كيف كنا نحل معادلة الهوموجينيوس في المحاضرتين السابقتين. طبعا ممكن واحد بيقول طيب هذه المعادلة شو هي؟ بشكل عام قد تكون with constant coefficient وقد تكون كوشي، وبالتالي كيفية إيجاد الـ YC احنا أخذناها إذا كانت with constant coefficient أو إذا كانت معادلة على شكل كوشي، يعني معامل الـ Y double prime مضروب بـ X تربيع والـ Y prime مضروب بـ X بالإضافة لثوابت، فبالتالي بتكون معادلة كوشي. فإيجاد الـ YC احنا أخذناه مسبقا في آخر محاضرتين، ما في داعي نعيده، لكن بيكون شكل السوليوشن على شكل C1 Y1 زائد C2 Y2 اللي هو زي ما كاتب هنا be the solution of the homogeneous form of equation 1، ونقصد الهوموجينيوس فورم أي نضع مكان الجي للإكس 0، يعني هذه الـ YC هي حل هذه المعادلة لما نسويها بالزيرو. طيب الآن second، كيفية إيجاد الـ particular solution باستخدام طريقة الـ variation of parameter. الفاريشن اوف باراميتر او طريقه الفاريشن اوف باراميتر لايجاد البارتيكولر سوليوشن بيقول لك انك تعيد كتابه البارتيكولر سوليوشن بهذا الشكل، ال v1 للاكس مضروبه بال y1 زائد ال v2 للاكس مضروبه بال y2. طيب تعالوا نحلل شو هي الاجزاء اللي بتحتوي منها البارتيكولر سوليوشن. اولا ال y1 وال y2 هذول التو سوليوشن انت اوجدتهم في الخطوه السابقه اللي هي في الفيرس اللي هي هون، هذه هي ال y1 وهي ال y2 اللي احنا يمثلن كجزء من سوليوشن ال YC. فاذا البارتيكولر سوليوشن حيكون عباره عن V1 للإكس في ال Y1 اوجدناها في الخطوه السابقه باعتبار، زائد ال V2 مضروبه بال Y2 اللي اوجدناها ايضا بالخطوه السابقه. يبقى علينا حتى يكتمل ايجاد البارتيكولر سوليوشن يبقى علينا ايجاد ال V1 للإكس كفانكشن وال V2 للإكس. طيب هنا بنكمل such that، الان بدنا نعرف ال V1 للإكس كيف بدنا نوجدها. ال V1 للX هو عبارة عن مقدار تكامل، داخل التكامل عبارة عن مقدار معلوم، بس بدنا نعرف شو نضع. ناقص في ال V1 للX في هنا سالب، بينما ال V2 ما في سالب، هذه بدنا ننتبه عليها في القانون. طيب سالب G للX، الجي للX اللي هو هذا هو النون هوموجينيوس فورم هذا،
بس انت وانت بتحدد الجيل الاكس لازم يكون معامل الواي دبليو برايم واحد. فاذا لم يكن واحد مثلا كان اكس بدك تقسم عليه، وبالتالي لما تقسم المعادله عليه الجيل الاكس بتغير. اذا الجيل الاكس حتى نستطيع ان نعوضه في الفي 1 بدنا ننتبه كيف نحدده مسبقا، وحنبين بالامثله كيفيه التعامل مع ذلك. بعدين ناقص جيل الاكس في البسط مضروب في الواي 2، في الواي 2 اللي هي احنا وجدناها مسبقا. لاحظوا انه الواي 1 والواي 2 بنحتاجها في كل خطوه على الرونسكيان للواي 1 واي 2 على الرونسكيان. تعالوا نشوف الفي 2. الفي 2 هي عباره عن جيل الاكس في الواي 1. هنا الفي 1 بنضرب الجيل الاكس في الواي 2، الفي 2 بنضرب الجيل الاكس في الواي 1. هنا في سالب، هون ما في سالب، المقام نفسه الرونسكيان. طيب الان بضل كيف نوجد الرونسكيان؟ احنا اخذنا طريقتين لايجاد الرونسكيان. لا، هنا بطريقه الفاريشن باراميتر بنستخدم المحدده الرباعيه، المحدده المربعه اللي هو واي 1 واي 1 برايم والواي 2 والواي 2 برايم. طبعا انت بالبدايه بتحدد الجيل الاكس وبتكون موجد الواي 1 واي 2 والرونسكيان توجده مسبقا، بعدين نستطيع ان نوجد الفي 1 والفي 2 يعتمد على التكامل حسب نوع التكامل، قد يكون تكامل مباشر، قد يحتاج منا تكامل بالاجزاء او تكنيكس معين، وبعد ذلك بنعوضه في الفي 1 والفي 2. هنا يصبح البارتيكولر سوليوشن بشكل مكتمل، وبالتالي الجنرال سوليوشن حيكون الواي سي زائد الواي بي. اذا طريقه ايجاد البارتيكولر سوليوشن باستخدام الفاريشن اوف باراميترز طريقه محدده بقاعده محدده، تستطيع ان تضع القاعده هذه امامك وتطبق عليها بشكل كامل، وبالتالي تعتمد على اللي هو المقدار اللي بدنا نكامله في الفي 1 والفي 2. نبدا نعطي امثله على هذه الطريقة. لاحظوا هنا ما بيجي بقول لك أوجد الجنرال سوليوشن لمن هوموجينيوس. لوحده الطالب لابد إنه يعرف إنه هل هذه المعادلة هي هوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس. فهذا السؤال find the general solution of this equation. هذه المعادلة التفاضلية إذا بتلاحظوا في معامل الواي دبل برايم والواي برايم والواي، وفي هنا function of x في الطرف الآخر اللي هو هذا بنمثل اللي هو اللي بيعطيني النون هوموجينيوس. لكن في الحقيقة هذا ليس الجيل الاكس بشكل كامل، الجيل الاكس يحدد بعد ما نقسم على معامل الواي دبل برايم. وايضا بتلاحظوا هنا انه انا طالب الجنرال سوليوشن لمعادلة من الدرجة الثانية، وبالتالي بستطيع ان استخدم طريقة الفاريشن اوف باراميتر. ما دام قال لي اوجد الجنرال سوليوشن، بدنا نعرف انه الجنرال سوليوشن بيساوي الواي سي زائد الواي بي. طيب الواي سي مباشرة بدون ما نكتب الفيرس وبعدين السكن كخطوات، هناك بنشرحها كخطوات في شرح طريقة الفاريشن، لكن في الأمثلة ما في داعي تذكر، لكن لابد انك تعرف شو البداية. البداية انه هذه المعادلة بساويها بالزيرو حتى تصبح هوموجينيوس. طيب ليش بدنا اياها تصبح هوموجينيوس؟ عشان نوجد الواي سي اللي هو الجزء الأول من حل الجنرال سوليوشن. فاحنا لما نساويها بالزيرو اصبحت المعادله هذه هوموجينيوس. الان بدنا ننظر لهذه المعادله، واحنا اخذنا دروس سابقه عن كيفيه حل معادله الهوموجينيوس. طبعا هذه المعادله هوموجينيوس بدك تميز هل هي وذ كونستنت كوفيشنت ولا كوشي. هذه معادله كوشي. طيب كيف كنا نحل معادله الكوشي؟ تتذكروا انه نوجد الاكزيلري كويشن المكافئه لها اللي هي الاكس تربيع واي دبل برايم تتحول لام في ام ناقص واحد ناقص 3، هذه تصبح ام زائد 3 تساوي 0. اذا اولا نوجد الاكزيلري كويشن المكافئه لمعادله الكوشي في حاله الهوموجينيوس، بعدين بنضرب الام في القوس تطلع معنا عباره تربيعيه بهذا الشكل. تحليلها سهل، هاي عباره عن ام ناقص 1 في ام ناقص 3، الروتس لها 1 و3. هنا بدنا نميز انواع الروتس، هل هي على النوع الاول اللي هو ديستينكت ريال روتس ولا ريبيتد ريال روتس ولا كومبلكس روتس. طبعا هنا بتلاحظوا انه الواحد والثلاثة distinct real roots. كل هذه المعلومات بدها تكون حاضرة لديك وتستعيدها من الدرس السابق. فالواي 1 اللي هي x قوة 1 في حالة الكوشي بتتذكره، والواي 2 اللي هي x قوة 3، ما في هنا الضرب بلين لانه ما في عندي قيم الروتس مش مكررة. فالواي 1 x قوة 1 والواي 2 x قوة 3. الان الواي سي هي c1 في الاكس زائد c2 x قوة 3. هنا انهينا اللي هو الفيرس اللي هو احنا اوجدنا الواي سي. ايجاد الواي سي احنا اخذناه سابقا زي ما قلنا، مجرد بس ما تساوي المعادله بالزيرو اصبحت هوموجينيوس، فبتحلها حسب الحالتين اللي اخذناهن، هل هي المعادله وذ كونستنت كوفيشنت ولا هي كوشي.
فبالتالي بنوجد وبنحول الاوكسيلر ايكويشن وبنحلها، وبالتالي بكون اوجدنا الجزء الاول من الحل اللي هو الواي سي. الان لايجاد البارتيكولر سوليوشن، ناو البارتيكولر سوليوشن شو قلنا عنه؟ هو عباره عن الواي 1 في الفي 1 زائد الواي 2 في الفي 2. بتلاحظوا انه جزء معلوم اللي هو الواي 1 والواي 2 والفي 1 والفي 2 مجهولات. طيب قبل ما ابدا استخدم الفورم، احنا بنعرف انه الفورم تبع الفي 1 والفي 2 هو عباره عن تكامل، بس قبل ما نشوف تكامل لايش، المقادير اللي بدنا نضربها ببعض داخل التكامل، لابد ان نحدد شغلتين. نحدد الجيل الاكس بشكل صحيح. الجيل الاكس بترجع هون، اذا طالب قال انه جيل الاكس مباشره 2 اكس قوه 4 في اي قوه اكس، هذا هنا حيطلع كل شيء معاه غلط. بعد هيك الجيل الاكس لازم تحدد، لازم تكون المعادله هذه على الصوره اللي اخذناها هون. شو هي الصوره؟ الصوره انه لازم تكون معامل الواي دبليو برايم 1، بعد ذلك بحدد الجيل الاكس. وبالتالي هنا معامل الواي دبليو برايم مش 1، اكس تربيع، فبالتالي بتقسم على اكس تربيع. تحديدا انا بكفي انه جيل الاكس اقسمها على اكس تربيع، فبتصبح 2 اكس قوه 4 في اي قوه اكس، يعني 2 اكس تربيع في اي قوه اكس. اي بمعنى هنا على طول حطيت لكم الجيل الاكس مباشره هي 2 اكس تربيع في اي قوه اكس، اذا مش 2 اكس قوه 4 في اي قوه اكس. بدنا ننتبه لهذه الشغله، هاي جيل الاكس. طيب شو بنحتاج ايضا قبل ما نروح للتكاملات تبعات الفي 1 والفي 2؟ نحتاج للرونسكين. الرونسكين تحديدا لمين؟ للواي 1 والواي 2 اللي هي للاكس والاكس تكعيب. احنا بنعرف الرونسكين باستخدام قانون المحدده، انه بنضع الواي 1 اكس ومشتقته تحتيه، الاكس تكعيب ومشتقته 3 اكس تربيع، بعدين بنضرب اكس في 3 اكس تربيع، 3 اكس تكعيب ناقص 1 في اكس تكعيب حيعطيني 2 اكس تكعيب. فبالتالي هذول القيمتين جيل الاكس والرونسكيان نحتاجهم قبل ما نبدا نوجد الفي 1 والفي 2. الان نيجي على الفي 1، طبق القاعده المكتوبه في الاعلى. سالب زي ما قلنا جيل الاكس مضروبه في واي 2 اللي هي اكس تكعيب على الرونسكيان، احنا وجدنا 2 اكس تكعيب. نختصر اذا في اختصارات قبل التكامل، بنلاحظ انه ال 2 اكس تكعيب بتروح مع 2 في اكس تكعيب، فبضل عندي سالب تكامل الاكس تربيع في قوه اكس. الان ضل عليك انك توجد قيمة هذا التكامل، كالكولس. هذا التكامل بالاجزاء مرتين، لانه عبارة عن بولونوميال من الدرجة الثانية مضروب في الاكسبوننشال. كيف كنا نكامله انا بالطلاب الكالكولس 2؟ كنا نعمل لهم تيبل لما يكون التكامل بالاجزاء اكثر من مرة. فمثلا نضع الاكس تربيع في عمود ومشتقاته لغاية ما يصفر، اكس تربيع 2 اكس المشتقة الأولى، بعدين المشتقة الثانية 2، بعدين 0. الاي قوة اكس بنبدأ نكامله، الاي قوة اكس تكامله اي قوة اكس، اي قوة اكس لغاية الاي قوة اكس مقابل للصفر. بعدين الاكس تربيع بنضربه بالاي قوة اكس بنعطي له اشارة زائد، والاثنين اكس بنضربه بالاي قوة اكس ناقص، بعدين هذه يعني تناوب، بعد بالاول زائد بعدين ناقص بعدين زائد. الان شو بصير التكامل؟ هذه السالب بنتركها، بصير حاصل ضرب اكس تربيع في اي قوة اكس ناقص 2 اكس في اي قوة اكس زائد 2 في اي قوة اكس. فهنا كملنا بالاجزاء مرتين باستخدام التيبل بشكل سريع. الان ندخل السالب فبتطلع معنا الفي 1، هاي هي جاهزه داخل المستطيل. هيك اوجدنا الفي 1. نيجي على الفي 2 نفس الاسلوب، هاي جيل الاكس ما في سالب هنا، مضروبه في الواي 1 اللي هي الاكس على الرونسكين اللي هو قلنا المقام، نفس الشيء حيكون في الفي 1 والفي 2 اللي هو 2 اكس تكعيب. فبالتالي بنختصر الاكس، الاكس لما نضربه ب 2 اكس تربيع 2 اكس تكعيب بتروح مع 2 اكس تكعيب، فبصير اي قوه اكس. هنا التكامل سهل ومباشر اللي هي حيعطيني نفسها، طبعا بدون ما نكتب زائد ثابت في الفي 1 والفي 2. وبالتالي الفي 2 هي اي قوة اكس. الان البارتيكولر سوليوشن احنا شو قلنا؟ البارتيكولر سوليوشن هو الواي 1 اللي هو اكس في الفي 1 اللي حصلنا عليها هاي، زائد الواي 2 اللي هي اكس تكعيب في الاي قوة اكس اللي احنا كاتبينها هنا. وبالتالي الان اذا ضربت الاكس بسالب القوس حيعطيني اول حد سالب اكس تكعيب في اي قوة اكس بتروح مع هاي، فبضل عندي 2 اكس تربيع في اي قوة اكس ناقص 2 اكس في اي قوة اكس. هنا اوجدنا البارتيكولر سوليوشن. طب الجنرال سوليوشن، الجنرال سوليوشن ما عليك انك تكتب الواي سي اللي احنا وجدناه قبل شوي زائد البارتيكولر سوليوشن اللي اوجدناه هنا. ارجو ان تكون واضح المثال، هو تطبيق مباشر، ومع ذلك بدنا نحل كمان مثالين. المثال الاخر هذا مثال ايضا بدنا طالب مني حسب صيغه السؤال اوجد الجنرال سوليوشن. هذه المعادله القيمة الجيل الاكس لا تساوي زيرو، وبالتالي شو تصنيف هذه المعادلة؟ هذه المعادلة هي نون هوموجينيوس اوردينال ديفرنشال ايكويشن. وبالتالي ما دامها نون هوموجينيوس فالجنرال سوليوشن اللي طالب السؤال عبارة عن الواي سي زائد الواي بي. طيب حتى نوجد الواي سي زي ما قلنا بنساوي المعادلة بالزيرو،
طيب ما دام هذه المعادلة تساوي زيرو أصبحت هوموجينس، بدنا نشوف شو نوعيتها هذه المعادلة. هذه المعادلة النوع الأول من أنواع المعادلات الهوموجينس اللي احنا حليناها اللي هي with constant coefficient. طيب كيف نوجد الأوكسيلري إيكويشن؟ تتذكروا هنا يختلف عن الأوكسيلري إيكويشن في حالة الكوشي. الواي دبل برايم بتقابلها أم تربيع، مش نروح نحط أم في أم ناقص واحد، هذا للكوشي الأم في أم ناقص واحد. إذا الواي دبل برايم أم تربيع وهنا زائد 2 أم زائد 1 تساوي صفر. تحليلها سهل، هي عبارة عن سالب واحد وسالب واحد. هنا شو نوعية الروتس؟ اللي هنا ريبيتد روتس. فالواي 1 حتكون بتتذكر هنا اي قوة في الكوشي اكس قوة. هنا اي قوة سالب اكس، والواي 2 لأنها مكررة قلنا بنضرب باكس، اكس في اي قوة سالب اكس. والواي سي سي 1 في اي قوة ناقص اكس زائد سي 2 في اكس في اي قوة ناقص اكس. يعني سي 1 في واي 1 زائد سي 2 واي 2. هيك أوجدنا أول سوليوشن اللي هو أو الجزء الأول من السوليوشن واي سي اللي بيعتمد على انه نحول المعادله لهوموجينيس. البارتيكولار سوليوشن نفس الشيء، ال V1 في ال Y1 زائد ال V2 في ال Y2. ايضا قبل ما نبدا ايجاد ال V1 وال V2 قلنا بدنا نحدد شغلتين، الجيل الاكس، الجيل الاكس من هنا، هل هذه هي الجيل الاكس؟ نعم هي نفسها لانه معامل ال Y دبل برايم واحد، ما في بدنا نقسم على واحد حيعطيني نفسه، وبالتالي الجيل الاكس اللي هو اي قوى ناقص اكس على اكس زائد واحد. وبنبدأ نوجد الرونسكيان للإي قوى ناقص X اللي هو الواي 1 والواي 2 X في إي قوى ناقص X. بنعرف إنه العمود الأول حيكون للواي 1 ومشتقته إي قوى ناقص X ومشتقته سالب إي قوى ناقص X. الواي 2 X في إي قوى ناقص X ومشتقته اللي هو مشتقة حاصل ضرب. مشتقة الأول واحد في إي قوى ناقص X زائد الإكس في مشتقات اللي هي بصير ناقص X في إي قوى ناقص X. نضرب الآن الإي قوى ناقص إكس في إي قوى ناقص إكس بيعطينا إي قوى ناقص 2 إكس، بعدين إي قوى ناقص إكس في سالب إكس في إي قوى ناقص إكس بيعطيني السالب إكس في إي قوى ناقص 2 إكس، بعدين السالب أو ناقص السالب هذا بصير زائد إكس في إي قوى ناقص 2 إكس، هذه بتروح مع هاي فبضل عندي إي قوى ناقص 2 إكس اللي هو الرونسكيان بشكله النهائي. فهاي هي الجيل الإكس وهذه هي الرونسكيان اللي حنحتاجهن في قانون أو في إيجاد الـ V1 والـ V2. الـ V1 في عندي سالب للجي، هاي هي سالب للجي في الواي 2 اللي هي اكس في اي قوى ناقص اكس، هذه الواي 2 على الرونسكيان اللي هو اي قوى ناقص 2 اكس. طبعا هنا الاي قوى ناقص اكس في اي قوى ناقص اكس بيعطينا اي قوى ناقص 2 اكس بتروح مع المقام، فبصفي عندي سالب الاكس على اكس زائد 1 دي للاكس. هنا درجه البسط مساويه لدرجه المقام فبدنا نقسمهن، بنقسمهن. المهم الكل بيعرف كيفية القسمة، قسمتها سهلة، فبطلع معنا اللي هو واحد على X زائد واحد ناقص واحد، تكاملها لن X زائد واحد ناقص X، تكامل سريع ومباشر. هذه هي V1. ال V2 هذه هي الجيل X مضروبة طبعا بدون سالب، مضروبة في ال Y1 على الرونسكيان. إذا ال V2 لل X عبارة عن الجي لل X مضروبة في ال Y1 على الرونسكيان اللي هو E قوى ناقص 2X. طبعا زي ما قلنا ال E قوى ناقص X مضروبة في E قوى ناقص X اللي هي E قوى ناقص 2X، بتروح مع ال E قوى ناقص 2X، بضل عندي 1 على X زائد 1 تكاملها لن مطلق ال X زائد 1. هذه هي قيمة ال V2. أحيانا قد يكون تكامل أصعب من تكامل بالنسبة لل V1 وال V2، زي ما شفنا في المثال الأول والثاني. الآن البارتيكولار سوليوشن زي ما قلنا اللي هو الواي 1 في الفي 1 اللي هي لن مطلق الإكس زائد 1 ناقص إكس، زائد الواي 2 اللي هي إكس في إي قوى ناقص إكس في لن الإكس زائد 1 اللي هي تمثل الفي 2. طبعا أنا ما كملتش، طبعا الجنرال سوليوشن لابد أنك تكتب الواي سي زائد الواي بي، الواي سي اللي هي في الأعلى وجدناها اللي هي هاي، زائد البارتيكولار سوليوشن اللي هي هذه داخل المستطيل. آخر مثال نأخذه على طريقة أو كيفية حل معادلة النونهوموجينيوس باستخدام الـ variation of parameters. لدي هذه المعادلة وهذا أحد أسئلة الامتحانات سابقا أخذناه. لاحظ هنا شو بقول لك، أوجد الجنرال، نفس صيغة السؤال، أوجد الجنرال سوليوشن لهذه المعادلة، وبتلاحظوا إنه هذه المعادلة هي معادلة من الدرجة الثانية وهي نونهوموجينيوس لأنه الجيل الـ X اللي هو الـ function of X في الطرف الآخر ما بيساوي زيرو. بس شو معطيك كمان معلومة هون، انه ال Y1 تساوي X هي تمثل solution في حالة الهوموجينيوس فورم لهذه الإكويشن. يعني احنا بنعرف انه المعادلة هذه اذا سويناها بالزيرو
هي معادلة من الدرجة الثانية، وحسب نظرية السوبر بوزيشن الفوندمنتال سيت اوف سوليوشن يحتوي على تو سوليوشن Y1 و Y2، فهو معطيني أحد هذين السوليوشن. طبعا هذا السوليوشن في حالة الهوموجينيوس لما نساوي المعادلة بالزيرو، فمعطيني أحدهما Y1 والY2 مش معطيني إياه. طيب الآن كيف بدي أوجد حل هذه المعادلة؟ هو طالب الجنرال سوليوشن. مثل هذا السؤال مثله مثل الأسئلة اللي إحنا حليناها في المثال رقم 1 و2، نفس الأسلوب. الجنرال سوليوشن بيساوي YC زائد YP البارتكولار سوليوشن. لإيجاد YC أول خطوة بنساوي المعادلة بالزيرو. طبعا لما نساوي المعادلة بالزيرو نتفاجأ أنه هذه المعادلة ما أخذناها ضمن الحالتين اللي حليناهن لمعادلات الهوموجينيوس، يعني بمعنى أنه هذه المعادلة لا هي with constant coefficient المعاملات تبعات الY والY برايم والY دبل برايم مش ثوابت، وأيضا هذه المعادلة ليست معادلة كوشي. معادلة الكوشي لازم الY دبل برايم نعم تكون مضروبة بX تربيع، لكن الY برايم يكون مضروب مثلا بسالب X مش في قوس كمان X زائد 2، والY لازم يكون مضروب بثابت مش في X زائد 2. فهذه المعادلة صحيح هوموجينيوس لكن ليست على أي نوع من الأنواع اللي أخذناهن لحل معادلة الهوموجينيوس، بمعنى هذه المعادلة ما بتقدر تكتب لها الأكزيلير إكويشن لأنها مش معادلة with constant coefficient ولا هي معادلة كوشي، وإحنا أخذنا فقط هاتين المعادلتين اللي بقدر أكتب الأكزيلير إكويشن مكافئ لها، وبالتالي هذا النوع من المعادلات ما أخذنا كيفية إيجاد حله في حالة الهوموجينيوس. لكن نذكركم بطريقة الـ reduction of order إنه إذا كان عندي معادلة من الدرجة الثانية ومعطيني أحد السوليوشن أستطيع إني أوجد السكند لينيرلي إندبندنت سوليوشن، ومجرد ما وجدت السكند لينيرلي إندبندنت سوليوشن بقاعدة الـ reduction of order أنت هيك أوجدت الجنرال سوليوشن في حالة الهوموجينيوس أو الـ YC. طيب طبعا لإيجاد الـ second linearly independent solution بدنا نحدد البي للإكس لأنه هو جزء من التكامل الذي يمثل قاعدة إيجاد إيش السكند لينيرلي إندبندنت سوليوشن، وإحنا بنعرف إنه البي للإكس هو معامل الواي برايم، وحكينا سابقا إنه إيجاد وتحديد البي للإكس لازم يكون معامل الواي دبل برايم يكون واحد، فهنا معامل الواي دبل برايم مش واحد وبالتالي بنقسم على الإكس تربيع، فمعامل اللي هو الواي برايم اللي هو بي للإكس لازم ينقسم على إكس تربيع فيصبح سالب إكس زائد 2 على إكس. طيب فالY2 لإيجاد البارتكولر أو اللي عفوا السكند لينيرلي إندبندنت سوليوشن Y2 يعتمد على الY1 ويعتمد على البي للإكس. قاعدة الY2 بنرجع لدرس الريدكشن أوف أوردر، هو عبارة عن Y1 X في تكامل E قوة ناقص تكامل البي للإكس، فناقص الناقص بصير X زائد 2 على X دي للإكس على الY1 تربيع X تربيع. الآن بدنا نكامل هذا، أنا كاملته على طول مباشرة هنا داخل التكامل، عادة إحنا سابقا كنا نوجد هذا المقدار لوحده لكنه لأنه سهل وزع البسط على المقام بصير 1 زائد 2 على X، تكامل الواحد X وتكامل 2 على X 2 لن الX أو لن الX تربيع، وزع الأس للإكسبوننشال، طبعا كل شيء بيضل زي ما هو الX تربيع في المقام وهذه الX لأنه ما كاملت بعدني، فإي قوة إكس في إي قوة لن الإكس تربيع، طبعا الإي قوة لن الإكس تربيع بالصف بالصف إكس تربيع في إي قوة إكس على إكس تربيع، هنا بتختصر الإكس تربيع مع الإكس تربيع بظل تكامل الإي قوة إكس، تكامل الإي قوة إكس هو إي قوة إكس مضروبة بإكس بيعطيني إكس في إي قوة إكس، هذه هي الواي 2. فإحنا معطينا السؤال واي 1 والآن أوجدنا الواي 2، إحنا هيك استطعنا نوجد الواي سي، يعني بمعنى حل المعادلة هذه في حالة الهوموجينيوس اللي هي C1 في ال Y1 X زائد C2 في X في قوة X. الآن نروح نوجد البارتكولار سوليوشن. إيجاد البارتكولار سوليوشن زي ما قلنا بنعتمد على الجيل الإكس، أيضا تحديد الجيل الإكس لابد أن نقسم على ال Y double prime وهذا إشي حكيناه في الأمثلة السابقة، فبالتالي هي X تكعيب على X X تكعيب على X تربيع وبالتالي هي X، هذه هي الجيل الإكس. الرونسكيان بدنا نوجد الرونسكيان لل Y1 وال Y2، أنا وجدتها اللي هي الديتيرمنس ل طبعا في العمود الأول الـ X ومشتقته واحد، الـ X في E قوة X ومشتقته E قوة X زائد X في E قوة X، إذا ضربناهم ضرب القطري وبالتالي حيعطيني بشكل مختصر وبعد ما نختصر في حدين بروحه بيضل عندي X تربيع في E قوة X، هذه هي الرونسكيان. فهي الجيل الـ X وهذه الرونسكيان لإيجاد الـ V1 والـ V2. طبعا ما كتبت البارتكولار سوليوشن عادي، لو ما كتبت انا وجدت الفي 1 والفي 2 بعدين بكتبهم مباشره، فالفي 1 هو عباره عن ناقص الجيل الاكس اللي هي ناقص اكس في
في الواي 2 اللي هي اكس في اي قوى اكس على الرونسكيان اللي هو اكس تربيع في اي قوى اكس. اذا ضربنا الاكس في اكس تربيع في اكس بيعطينا اكس تربيع في اي قوى اكس بتروح محاي بضل سالب واحد، سالب واحد تكاملها سالب اكس، هاي الفي 1. نيجي على الفي 2، الفي 2 هي عباره بدون سالب اللي هي الجيل الاكس مضروبه في الواي 1 اللي هي اكس على اكس تربيع في اي قوى اكس، هاي الاكس تربيع بتروح مع الاكس تربيع بضل واحد على اي قوى اكس، اي بمعنى اي قوى سالب اكس، ايضا تكاملها سهل اللي هو سالب اي قوى ناقص اكس. فالبارتيكولر سوليوشن، البارتيكولر سوليوشن هو عباره عن ايش؟ على طول انا كاتبه، هو عباره عن الفي 1 مضروبه في مين؟ مضروبه في الواي 1 اللي هو معطيني اياها، هذه الاكس في سالب اكس بيعطيني سالب اكس تربيع. بعدين الفي 2 اللي هي سالب اي قوى ناقص اكس مضروبه في مين؟ في الواي 2 هاي. فلما نضرب الاكسبوننشال اي قوى اكس مع الاي قوى ناقص اكس بصيروا اي قوى 0 يعني 1، فبضل سالب اكس، هاي هي سالب اكس. والواي اكس الجنرال سوليوشن اللي هي الواي سي هذه زائد البارتيكولر سوليوشن هذه. ارجو انها تكون الامور واضحه، يعطيكم العافيه.